هناك بعض القبائل في الحجاز اذكر منها قبيلة ثقيف وقبيلة بني مالك وبعض من قبيلة بني حارس، حيث ان المرأة عندهم لا تحد على زوجها عند وفاته، لا تحد على زوجها عند وفاته، وما الحكم في ذلك؟ هذا على كل عام جهل الأمين، يجب ان يزال بالعلم، وكان في بني مالك كيف وغير ذلك لابد ان يبلغ الدعاة هناك ووصى القضاة بأن يوجه الناس إلى هذا الشيء الذي يجهله، وهو عدم الإحداد، يعني أن المرأة إذا مات زوجها لا تحد عليه، والإحداد هو ترك الزينة والطيب والحلي ونحو ذلك وقت العدة حتى تنتهي العدة. يبلغنا ذلك إن شاء الله، هذا واجب يبلغنا، أن الرسول أمر بالإحداد على الزوج 14، والإحداد هو ترك ما يدعو إلى نكاحها ويرغب فيها ويرغب في النظر فيها من انواع المحسنات من ملابس جميله والطيب والحلي والكحل واشبه ذلك، وعليها ان تلزم بيتها وقت العده حتى تنتهي عده الوفاه، واذا كان حاملا حتى تضع الحمل. باقي السؤال، كما ان الرجل عندهم يبدل باخته او ابنته في زوجه له دون أن يدفع أي طرف شيء من النقد، يبدل ما هذا يعني. دون أن يبدل بأخته أو ابنته في زوجة له دون أن يدفع أي طرف شيء من النقد، هذا هل يجوز ذلك؟ وما تعليق سماحتكم على هذا؟ هذا يقال الشغار، يسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو يقول شخص لآخر زوجني بنتك أو زوج بنتي أو أختك أو بنت أخيه، هذا يسمى نكاح البدل ونكاح الشغار. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار في عدة أحاديث، نهى الرسول عن نكاح الشغار وهو يقول الرجل للآخر زوجني بنتك أو زوج بنتي أو زوجني أختك أو زوج أختي، أو يقول زوج ابني وابنك أو ابني وأخت وأخاك أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز وهذا منكر، يجب الحذر منه حتى ولو سموا مهرا، الواجب الحذر من ذلك، وألا تكون المرأة مهرا للأخرى، بل هذا يخطب وهذا يخطب، فمن ناسبه القبول قبل ومن لا فلا. أما شارط البدل، هذا يعطيه بنته وهذا يعطيه بنته أو أخته أو بنت أخيه، يعني موليته، هذا لا يجوز، والنكاح فاسد ولو سمى مهرا. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا سمى مهرا المثل صح، ولكنه قول مرجوح، والصواب أنه لا يجوز تعاطي هذا النكاح مطلقا ولو سمي مهرا. وثبت عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن شخصين في المدينة تناكحا شغارا وأسميا مهرا، ورفع ذلك إلى أمير معاوية رضي الله عنه، وكتب إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد سميا مهرا. لدي وهذا ما يروى في حديث عمر في تفسير الشغار، وأنه والذي ليس فيه مهر، هذا من كلام نافع الراوي عن ابن عمر، وقال جماعة انه من كلام مالك بن انس الراوي ايضا، وبكل حال وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير الشغار بانه الخل من المهر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من كلام بعض الرواة، وكلام الراوي لا يكون حجة، فحجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي نهى عن الشغار ولم يفسره بعلم المهر، فسره فيقول هذا زوجت اختي او بنتي، والاخر يقول كذلك او زوجني او زوج، هذا هكذا فسره النبي عليه الصلاه والسلام، هذا يعم ما اذا كان فيه مهر وما اذا خلى بالمهر.